شلون قهوتكم؟ عود انا بعملها، شلون قهوتكم؟ وسط يرضى عليكي. شو لك منصور؟ شايف الاجواء معكره، شو في؟ لا عادي عادي ما في شيء. لا شو عادي؟ صاير بيناتكم شيء؟ احكي اذا شغلي ما بتنحكى قدام الاولاد. حسام ايه يا بي، خد اخوك واطلعوا على الحاره بدنا نحكي كلمتين. امرك يلا. خفا هاي راحوا الاولاد، احكي لي لشوف شو في بيناتكم. لك لا يروح فكرك لبعيد، المساله كلياتها عباره عن سوء تفاهم. لحقتوا تبلشوا؟ لك ايه، اكتشفنا انه في اختلاف بالاراء بيني وبينها. يو 4 سنين ما اكتشفتوا هالشي، هلا لحتى اجى على بالكم تكتشفوا؟ لك ايه، كنا متفقين على اساس، بس على الصعيد العملي طلع كل واحد عقله شكل. شو عقله شكل؟ ما فهمتها يعني. لك يا اخي هي بتفهم انه شغل البيت عباره عن غسيل وتنظيف وبس. مزبوط. لك قال شو شغل البيت؟ لك اذا قلت لها شرحيني جراباتي او جيبي لي كاسه مي تطشش قلبي او فقسي لي التلفزيون، تعتبر هي الشغلات خارج اطار مهمتها. وان شاء الله انت هيك عم تساوي. اخي انا هيك بفهم المراه، شو ما بقول لها بدها تقول لي حاضر بس صبحي. لك تضرب انت والفهم. انا مع جمانه لك مو بس ما بتامل عليها، لا وبساعدها بالغسيل والشطف والكوي والتنظيف والجلي. شبك انت، الرجل عصلي لازم يكون هيك. هي مرتك نصك مو خادمه. هي سعيد ما بشوفك غير عم تحكي، ما في مره شفتك عم تشتغل شغله من هالشغلات. بشتغل انا خير الله لما ما بتكوني بالبيت انتي. ما في مره رجعت على البيت ولقيتك منظف البيت بغيابي، انت صار الحكي؟ صار كتير، بس انا كناستي ممكن للقد، مشان هيك ما ببين. قوم انت، قوم صالح مرتك، ما بترجعوا من المطبخ الا ما بتسمينها. بعدين بعدين. لك شو بعدين؟ بقدحك كف مخمس برلك اسنانك، ها وقهوتك مو مشروبه اذا ما صالحتها. تكرم يا شيخ. لك ضروري انت تجيبي هالسيرة، ما بتقدري تضلي ساكتة بس لنرجع على البيت. انا عم بحكي له هذا الحكي مشان ياخذني نموذج. ايه عطيه نموذج بالفعل مو بالحكي. ليش انا ما كنت ناوي فكرك ساعدك اليوم شغل البيت وبالطبخ وبالغسيل. سعيد النية ما بتكفي، لازم تساعد وبعدين تحكي. لك كنت بدي ساعده بس ما لقيت محل بالسيرفيس، اجيت مشي. الله لا يوفقه. تفي على التربية. اطلعي هيك. ها ضيفين ولا احسن ما فيش هيك. حاضر تقبرني. تفضل. صباح الخير استاذنا. صباح النور ابن حلال، كنت اليوم بدي ابعت وراك. شرفوا سيدي، هذا المصنف في 15 قصة. حطيت شي وحدة من الأفكار اللي أعطاك إياهم السيد المعاوي؟ بصراحة سيدنا أنا كتبت القصص اللي صارت معي. وشو القصص اللي صارت معك؟ يعني شلون تهمني واحد بسرقة شنتاي، شلون واحد ادعى علي الله لا يوفقه، يعني كل شي أكلناه بهالدنيا. طيب في شي وحدة منهم تحمل الهم الوطني؟ لا، بصراحة كلهم بيحملوا الهم الاجتماعي. الله يرضى لي عليك. بتكتب لي شي قصتين كمان بيحملوا الهم الوطني منشان نسمي المجموعة باسم واحدة منهم. السيد المعاوين منوه لك عن هالشي ضمن الأفكار اللي عاطيك إياهم. بيني وبينك سيدنا ضيعت الورقة. مو مشكلة ألف من عندك، بس ضمنهم الهم الوطني لأنه هذا همه الأساسي. مو بس همه سيدنا، هذا همنا كلنا. مين اللي مو همه الهم الوطني؟ جاهز سيدي. واهتم لي شوي بالأسلوب لأنه السيد المعاون بيهمه هالشي. أديب بيعجبك هو بس ما عنده وقت يكتب. إن شاء الله نحن بندعي له الله هيك يفضيه لحتى يغنينا المكتبة الثقافية. نسيك. شو هي سيدنا؟ هالمرة السيد الوزير قرر يكتب أطروحة. ولي وصلنا للسيد الوزير. أطروحة بشو؟ دكتورة بشو؟ بأي شيء. أنت شو دخلها؟ بس يا سيدنا أنا شو بفهمني؟ مو لحالك راح تكتب، في ناس معك. ها تأليف جماعي يعني؟ مين؟ السيد الوزير كلف دكتور بالجامعة يكتب له الخطة والمراجع. أنت عليك تروح على المكتبة تأخذ المراجع وتكتب فيما يخص الأطروحة. لك يا سيدنا أنا بكالوريا ما معي، مو خارج هالشغلة. لك اكتب مثل ما بيطلع معك والدكتور بيحط الملاحظات وبناء عليه منعدل. بس اذا طلعت مو كل القد لا تلوم سعيدة، انا مو كل القد. ولا يهمك،
ولا يهمك، بس لا تقول لحدا. ولو سيدنا بيرغمي انا، يعني انا ما حبيت اعطيها لواحد تاني مشان نفعك. شوية مصاري فوق الراتب ما بيمغصوك. بيمغصوك شي؟ وبقديش هي سيدنا؟ 20,000، وراح اسجل لك على شقة بالمساكن تبع الوزارة. لا انا مو قصدي مصاري، يعني بقديش بده اياها؟ وقت قصدي، وقت بدي. اكتب على مهلك، خذ راحتك. واول دفعة سيدنا قدي؟ انت جيب شي مكتوب وبتاخذ دفعة أولى. لا سيدنا انا مو قصدي مصاري، قصدي اول دفعة كم صفحة بده. اول دفعة الله يدفع البلاء. لوين لوين رايح؟ شو ما في سكرتير قاعد هون؟ شو بيقوي؟ لا تعرف إذا سمعك السيد المدير شو بيعمل لك؟ شو بيعمل لك؟ بيخصم من راتبك 20%، لأنه هي الشي بيهوي كأنه موجهة إله، لأني أنا بمثله هون. شي بيهوي منك ومنه كمان، شو رأيك انبسطت؟ لا، عم تتجرأ تحكي عليه شخصياً؟ بتعرف إذا سمعك هلأ عن جد شو بيعمل لك؟ شو بيعمل لك؟ بيخصم لك 40% من راتبك. ومين هو لحتى يخصم لي 40% من راتبي؟ شي بيهوي؟ أكيد أكيد أنت ها؟ راح ينخصم من راتبك مو 40%، 60%. قال مين هو؟ هو السيد المدير. أمسك لك أنا، أمسك اقرأ، أمسك. شو هاد؟ أمر إداري من السيد المدير العام. حول إيش؟ أحطوله للسيد عاصم. وهلا اجاني هذا الامر على الديوان تاسع، سلموا يا للسيد المدير. لا كثير تنبسط، لانه هلا بيروح بحل مع السيد الوزير، لانه الاستاذ عاصم علاقته كثير قويه مع السيد الوزير. اتفضل انا بوصل له اياه. وصل له اياه ووصل له تهانيه الخاصه لعاصم فندي. اتفضل. ادخل. لشو كل هالأدب؟ ما في بالعادة؟ لأنه هالمرة أستاذ حالة طوارئ، السيد المدير العام طلع أمر إداري بإقالتك. أنا هاي اللحظة اللي عم بستناها. آخر أيامك يا بيتنجان. راحت علي. شايفك انبسطت أستاذ بدل ما تزعل. وليش بدي أزعل؟ لأنه أحطوا لك. أنا ما بيتأحط لي أنا، كله المدير العام وتوقيعه بيسو بصلي. انا هلا بروح لعند السيد الوزير وبارجي الكتاب. بتعرف شو بصير؟ شو بصير؟ بيفتح كل ملفاته، مو تحيط بيحط له، وبدقه بالحبس كمان. دغري لعند السيد الوزير استاذ؟ لا انا مو لئيم لهالدرجه. هلا بفقعه بهدله بخليه يتراجع عن قراره. قال قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. بهيك حاله قطع الأرزاق أحسن، لأنه هاد واحد حرامي. لا يا ابني يا جوان، بيروح حرامي بيجي حرامي أكبر. هذا شبع، صارت عينه مليانة، هلأ بيقدر يعيش على أرباح ما سرق. إذا بدنا نجيب واحد بداله بده يبلش من أول وجديد، يعني كل أموال المديرية ما رح بتكفي. يا عيني عليك يا أستاذ عاصم، قلبك كبير شهم. رح اتفشش لي فيه شوية قبل ما اضرب الضربة القاضية، بدي اعطيها افر كوت مثل نسيم حامد. مرحبا. انت على اي اساس بتفوت دغري؟ ما في سكرتير تتواصل معي عن طريقه ولا بابي مستباح برأيك؟ ليش ما وصلك الامر الاداري؟ ليش انت من وين عرفت؟ يا جواد. نعم استاذ. بتعمل لي انذار شديد اللهجة لنزار ومنيرة لتسريبهم معلومات من الديوان. حاضر استاذ. استاذ عاصم، من الان فصاعدا انا اللي بعطي الاوامر هون مو انت. ليش انت شو دخلك؟ ليش ما بلغك اني تعينت مطرحك؟ شفت اسمك بالامر بس لا قوي تشد ايدك، كتر الشد بيرخي. هلا بعد ساعه بيجيك امر معاكس. من هون لساعه بدي تخليلي مكتبي لكان. انا بحذرك، اذا بتتصرف اي تصرف خلال هالساعه بتنبش بالدروج او بتلعب بالوراق ما تلوم الا نفسك. الحالي جواد. لوين استاذ؟ على المديريه حتى تشوف بعينك. تفضل. تفضل. يا اخي شلون ما حسبتها وشلون ما زركتها وشلون ما خسورتها؟ المعاشات ما راح تكفي لاخر الشهر. لخ ما خلينا طريقه ولا
يسلموا يا بطاري. كل الحكي اللي عم تحكوه بكفي، بس لا تقبضوا رشوه بالدولار، محاكم اقتصاديه شغاله. ها موضه هاي صفياني. شو سياسه واصله لعمك بطاري؟ عطوا لي الحلوان شباب. حلوان شو؟ المدير ركبوا له جناح وطار، بكره رايح رجع الشغل مثل ما كان. ولك جخو لك شو هالحكي هاد؟ ليش كل هالقد مبسوط؟ شو يلي بسمعك بيفكر عاصم كان راكب على كتافك؟ عيب عليك عيب. نعم ما بيكفي الجيش اللي عاطيه على العمل اللي جمعنا اياه هون؟ لك ايه ما عاد قدرنا نعرف نشتغل. بعدين هذا عاد عن قانون التوقيع تبعه. اذا بتريد قانون التوقيع هو نظام معتمد بكل دول العالم، حتى في اليابان بلد الاخ بلد الاخ بلد الحاسبات الاخ الالكترونيه والكالكوليتر. لك عاجبه انت الثاني عاجبه. هنيك ببلاد الحاسبات الالكترونيه ما بيطق مخهم وهن عم يحسبوا شلون بدهم يكملوا بالمعاش لاخر الشهر. رواتبهم بتكفيهم باليابان باشا، بس نحن اللي رواتبنا على الريحه. وشو ريحه؟ عن اذنكم بلش احكي كلام كبير. عاد اش ما اسالك ما اسالك شبك عصام؟ فعلا ما اسالك. شو عم نحكي؟ كلام كبير هاد؟ عم نحكي كلمه الحق. فهمنا بالسياسة ما بكون يانا نحكي، كمان بلقمة عيشنا ما بكون يانا نحكي، ما بكون يانا ناكل هوا. شي عجيب. هلأ الواقع حرام يحكي فيه الواحد. شو بهك؟ أصلاً ما في شي بيخوف قد الواقع. لها السبب في توجه كبير نحو الفانتازيا، لأنه الواقع لونه مثل لون الكحل. شايف الكحل شو أسود؟ إذا الواقع لونه أسود أكتر من الإخ من الإخ من الكحل. مشان هيك الناس صايرة هالأيام عم بتفنطز. ومشان هيك بتلاقينا نحن عم نعنطز. اخي انتو ما بنقعد معكم، كلامكم فوق مستوانا. السلام عليكم. ما اسالك. لك شبك مرعوب كذا الأد، كانه عاملين لنا نحن شي عمله. نحن عم نحكي باسلوب المرحوم ديمقراطي. شبك اخي انت دعمك الوزير، وانت دعمك ابن خالد خطيبتك، اما انا مالي حدا، ايد من ورا وايد من قدام. وانا شو دخلني بالوزير؟ شو شايفه ابن عمي ولا ابن حماي؟ لك يا حاجة تخبي، كل الناس بتعرف انك فايت طالع من عند الوزير. شو فكرك ما بنعرف؟ كل الناس بتعرف. لك يا عمي انا فايت طالع لعند الوزير بشغل، عم نجد له الكرسي. شو امرت سعيد افندي؟ هلا افتكار اذا بتريد ثناء لو سمحت. ثناء هلا لو سمحت بالثين مو بالثين. سناء آنسة ثناء عيدا آنسة سناء. هلا هي هي مضبوط معك. إذا واحد له شغل مع الوزير بيكون مدعوم ولا مدعوم؟ مدعوم. سمعت؟ بعدين يا ريت تقيمونا بقى من سيرة السياسة، والله قعدتكم مقتة. إذا كبر الموضوع أكثر من هيك حتى ابن خالتي فارس بيروح فيها. لذلك أنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم وإنما أفنطق. وينو؟ مين هاد اللي وينه؟ مين غيره؟ المدير العام. إذا بتريد خفف من حدة اللهجة، المنصب له احترامه. إيش بيهوي منه ومن هالمنصب وبتقولي له هذا الكلام على لساني أنا شخصياً؟ واحد مثل حكايته آخر شي بيجي بجدوله الاحترام. أستاذ عاصم إذا جنيت في عنا 20 مستشفى مجانين، ليش جاي لعندي؟ مو أنا اللي جنيت، هو اللي جن. فوتي خبريني هون. نصيحة إلك، انت شخص محترم ودرويش وعلقت حالك، شو بدك بهالعلقه؟ انا درويش؟ انا لك جواد؟ انا درويش؟ اللي ما بيعرفك بيجي لك استاذ. طيب انا رح فوت لعنده بس ما حقول له ولا كلمه قلت لي اياهم. انا مو حابه اذيك. اصلا انا عم بحكي هالحكي مشان توصلي له، بدي اياه يعرف قيمه حاله. ماشي ماشي. جاجه حفرت وعلى راسها حفرت. سامع جواد؟ قال حفرت. حفرت بده كبسه بده. هلا بأرجي مين هو؟ عاصم. هلا بس أنا وقتي ضيق، أنت بتعرفي وقتي ضيق كتير أنا. هلا بس قلك أنا اشتقت له لعاصم، خليه يفوت. حاضر أستاذ. بس ما قلت له شيء، فوت. ما قلت له شيء قال. مرحبا. أهلين عاصم. شو مين هاد؟ هذا سكرتيري جواد. هلا هذا كله تبعك جواد؟ ايه افحصه. مهدي؟ على كل حال سكرتيري جواد جايبه معي مشان يكون شاهد عيان. على شو؟ على اللي بده يصير.
تفضل. شو هاد؟ شو ما قريته؟ قريته بس الظاهر انت موقع عليه من دون ما تقراه. لا انا قريته عاجبني كتير، بس الظاهر انت مو عاجبك عاصم، ما هيك؟ ليش انت عاجبه؟ انا عاجبني كتير. اطلع عاصم، شوف على هالختم مثل الوان الطيف الوانه. لو انا كنت مطرحك عاصم كنت بروزته وحطيته بصدر البيت احسن من شهاده الليسانس هاد تبعي. عاصم قريبا رح تعلق واحد على الحيط، بس مو بالبيت، بالسجن احضرها. شو عاصم شايفك عم تحكي باسم وزاره الداخليه صاير؟ وباسم وزاره العدل وباسم كل الوزارات لمحاربه الفساد ورموزه. عاصم نقلع لبرا. اللي عم بتقلعني؟ عاصم شو وسطك؟ انت ما بتسمع من اول مره شيء؟ عندك مشكله بالسمع؟ اذا عندك مشكله انا عندي صديق خريج فرنسا اختصاص انف اذن حنجره من جامعات باريس عاصم، وهو زميل الاكاديميه الملكيه البريطانيه. عاصم اطلع برا. وانا كمان عندي دكتور عيون صاحبي، اذا عندك قصر نظر بيصلح لك يا، بس وين فاتح؟ بصعل جنة. ظريف. عاصم عاصم يا بتحمل حالك وبتطلع لبرا، يا اما برجع بقراري وبحطك بعدين مسؤول عن البوفيه، فهمت؟ اطلع لبرا وخذ هالمهدي تبعك معك. يلا انا طالع بس بورجيك. جواد قدامي. ظريف. عاصم هو هيك قال لك حرفيا؟ ليش مين هو حتى يحطك بالبوفيه؟ مين مفكر حاله؟ ها؟ لا واثق من نفسه كمان. على كل انت لا تتدخل بالموضوع، خلي الشغله بينه وبين السيد الوزير، اكيد ما راح يسكت له. لكان خبر السيد الوزير انه عادل الطاول وخلعني من منصب المدير. ان شاء الله مفكر انه السيد الوزير ما له عرفان. لا تخاف، عرفان بكل شيء وزير هاد، مو حي الله إيه ما بتفوته الفايته. وشو كان تعليق سيادته؟ ضحك وقال والله عال. معناها ارجع على شغلي هلا. لا 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 لا، شو ترجع؟ نحن ما صدقنا انه المدير تصرف هيك تصرف. وقع حاله بحاله. ما ارجع لمركزي؟ لكان شو اعمل؟ خليك على رأس عملك بقسم شؤون الموظفين وكأن شيئا لم يكن، وتابع لي كتابة التقارير الدولية المعتادة. حاضر. آخر أيامك يا باذنجان. الله يساعد قلب أمه على هالقفلة. نحن ما عنا مزح. رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده. بهمة الأشراف وهمتكم راح نقضي على بؤرة الفساد. أبا هند فلا تعتب علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات حمرا بيضا ونسترهن حمرا قد روينا. الله معكم يا شباب، الوطن كله اعتماده عليكم، نحن بلاكم ما بنقدر نعمل شيء. نحن دماءنا فداءكم وفداء الوطن. من اليوم وطالع انتظر تقارير بالجملة وبالتفصيل، كل ما صار عندي كلمتين رح بنفضلك يا النفض. عشت، الله محيي أصلك. أنا أشتغل مع الأستاذ عاصم كمان؟ لا لا لا، أنت خلينا نفتح لك خط لحالك. كل ما كثرت المصادر كل ما كانت الحجة أقوى. جواد؟ نعم. انتهى وقت النوم وبلش العمل الجاد. خاطركم سيدي. أنا ضد عقلي البيروقراطية. شو دفتر دوام ما دفتر دوام؟ أنا ما بيقطع بعقلي هالشي. الموظف اللي بيحس حاله مخنوق بتخف طاقته الإنتاجية. شو يعني الموظفين يداوموا على كيفه؟ لا بس يعني إذا واحد اضطر يطلع لسبب من الأسباب ما في داعي نقوم الدنيا ونقعدها، خلاص بيقول شباب أنا رايح، الشباب بيقولوا له الله معك. عفوا أستاذ، مشان إضافي كيف بدي أحسبه؟ الإضافي أنا مسؤول عنه، بده مراقبة شخصية مني، أنا ما بوثق بحدا. وبالنسبة للموظفين الجدد؟ هدول مو جدد، أقدم منك بس لظروف معينة اضطروا ما يداوموا عنا، بعدين مثل ما نكون شايفين ما إلهم مكان هون. يعني نغط النظر عن دوامه. هلأ بعمل لهم اجتماع ووزعهم بشكل صحيح إذا كان إلهم مكان عنا، وإذا ما إلهم مكان عنا شو بدنا فيهم؟ خليهم يروحوا كل واحد على شغله. شو كل واحد على شغله؟ ليش وين شغلهم؟ إنه مو
هون ومو هون. معليش استاذ ياسين، فسرنا يا شوي هون ومو هون. استاذ سعيد، رجاء لا تدخل بشي ما بيعنيك. لك شلون ما بيعنيني؟ هدول عم ياخذوا من مخصصاتنا. يا سيدي عم تاخذ راتبك فيهم وبلاهم، ولا راح يزيد ولا راح ينقص. اي بس بيطلع لنا مكافأة، حوافز، إضافي، لو ما كانوا موجودين، هدول عم يفضوا خزينة الدولة. على القليل الإزان يداوموا، الدائرة صارت مزبلة. نظفوا مطارحكم تبطل تصير مزبلة، العنزة بتنظف مطرحها، الدجاجة بتنظف مطرحها. ومثل ما بيقول المثل، مليون مقلط ما بيلحق له موسيخ. شو هالحكي؟ ما هدول الإزان عم يتقاضوا رواتبهم مشان هالقصة. مظبوط كلامك. بينما نكنس المكتب منكون وقعنا لنا كذا معاملة. وأنا بحاجة مراسلين بالديوان، لأنه نزار ما عم يوفي بالغرض. هلا لا تعملي لي حالك وزيرة، كل المعاملتين اللي بتوقعيهم باليوم، بعدين هاي الشغلة بدها أربع مراسلين يعني؟ أنت بتروحي على المديرية بتجيبي البريد. أنا رئيسة قسم الديوان، مالي مراسلة؟ كنتي. شلون يعني كنتي؟ أنا كل القرارات اللي اتخذها عاصم ماني موافق عليها، ومالي ثقة فيها، وما عندي ثقة بالناس اللي عينها. شبكوا أستاذ؟ لسه الواحد ما بيلحق يستلم منصب إلا ببلش يخبز. نحنا ما بتلحقوا تحطونا بشغلتنا ونبدأ نفهمها إلا بكون تطيرونا. شو حق التجارب؟ في رام بيض نحنا. انتهى الاجتماع. السلام عليكم. خليك، أنا جماعتكم هلأ بس حتى أحطكم بالصورة، بعدين بنعمل اجتماع رسمي ينجم عنه قرارات رسمية. الله معكم. إن شاء الله ينجم عنه شيء منيح بقى. عصام. نعم استاذ. تعال عندي تعال. نعم استاذ. قديش صار لك معين رئيس قسم؟ نص ساعة. بتسجلها بتاريخك، بتكتبها بدفتر مذكراتك وبالقلم العريض. تعينت رئيس قسم بحياتي لمدة نصف ساعة وخبصت بنعمتي. ليش شو عملت استاذ؟ بدل ما توقف جنبي بقوة رح توقفت مع سعيد؟ انت ليش بتزعم من حق استاذ؟ يعني انا شو استفدت من تعيين رئيس قسم شؤون الموظفين والاضافة بايدك؟ على الاقلية يعطيني عمولة. ما كنت ناوي خليك بلوشي، بس انت طلعت واحد ما بيستاهل. روح. ومين بدك تعيين رئيس قسم؟ عاصم. ها؟ خلي عقدك الك ولتيسير. لا لا يستر عرضك. لا 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 لا، معقوله منصور يعمل هيك؟ انا ما كنت فكرته هيك، كنت فكرته واحد هادي، طلع واحد بنوب عصابي ايده والكف. وليش ضربك؟ قال كان عم بيمزح. بس كذاب، ما كان عم بيمزح. شو هالمزحات؟ حدا بيمزح مع مرته بيقدحها كف بيروح يهر لها اسنانها؟ قال ما كان بده يقويها، بس ايده فلتت. اتعلموا بابا، بس تكبر وتتجوز وما حدا منكم يمزح مع مرته، لانه بجوز تفلت ايده يهر لها اسنانها وتنقلب جد. فهمتوا؟ انا ما زعلت مشان هيك، زعلت من شغله تانية. شو هي؟ لما قلت له ليش عم تضربني، قال لي عم بمزح. قلت له شو هالمزح الجحاشي، عم ضربني عن جد. اتعلموا بابا، بكره اذا تجوزتوا ومزحتوا مع نسوانكم مزح جحاشي، لا تضربوهم اذا قالوا لكم شو هالمزح الجحاشي، لانه الضرب وسيله همجيه للتعامل مع المراه. بعلم الاجتماع النفسي والتربوي بيقولوا ان الضرب يهدم كيان الاسره ويؤدي الى تفككها. فهمتوا؟ انا ما زعلت لانه ضربني، عادي كل واحد بيعصب. لما احكي لنا من شو زعلانه بالاول، بعدين قولي لنا شو القصه، بدي اعرف شو احكي مع الاولاد. انا بعد ما ضربني قال لي كلمة مو منيحة. مو منيحة؟ شو قال؟ قال لي تضربي بهالكسم، أنا هذا اللي زعجني. هلا أكيد مشان هيك زعلتي؟ يعني ما لازم أزعل مشان هيك؟ لك لا، معك حق تزعلي، بس مشان أعرف شو أحكي مع الأولاد. مشان هيك. خلاص أبي خلاص، أنا من جهتي تعلمت، مكفول. أول شغلة بتساويها مرتي إن شاء الله، لا بقتلها، لا بضربها، لا بعلي صوتي عليها، بس بلعها برات البيت. أنت لا غليظ ولا قليل فهم، انت بس دب. هلا هيك فهمت علي؟ شوف ابي، انا من خلال الاشياء اللي عم اشوفها بحياتي، انت وامي، هي وعمي، عمي ومرته، بطلت شغله الجازه هي من اساسه. يا سيدي تضرب انت واللي بده يعطيك، شبنا انا وامك ولا؟ انا بابا. شبك انت؟ شو بعمل اذا ضربني جوزي؟ لك شو يضربك؟ ابرو له عنده بخلع وكف، بهر له اسنانه وبلوق له حنكه. شو بنات الناس لعبه؟ خصوصي بنات النايحه. مرحبا. مساء الخير يا ماما. ما شاء الله شو مؤدبين،
شو لما عنا؟ اي عنا، مالك شايفتيها؟ وينك انتي؟ ليش دخلتي لهلا؟ لبين ما فتلت على كل رفقاتي، ما بدي ضل رايحة جاية، قلت لحالي بعزمهم كلياتهم فرد نهار. اي فوتي كلي لك لقبة بدنا نطلع. اكلت عند نهلة، لوين بدنا نطلع؟ بدنا نروح انا وياكي لعند منصور نصالحه معلمه. لا لا تفهموا انا كنت زعلانة، انا قلت له انا رايحة مشوار. فهموا بشكل غير مباشر، الله يخليكم. فعلا يا منصور مثل ما بيقولوا مسح الايد بغيض والعضة بغضة حتى لو كانت محبة. مرة من ورا مسح الايد مزعت مع جمانة كنا راح نطلع. مزحت شو؟ تذكرت. هذا يا سيدي كانت اختك ام حسام بالحمام عم تتحمم. ايه قلت لامزح معها مسحة وقدعها طيار على الخفيف. بعدين صفنت قلت من جوا ما بستحكي طلعت لبرا لطيت لها ورا الحيط قلت وهي طالعة بقدعها الطيارة. طلعت قدحت الطيارة فلتت ايدي صارت رقبتها حمراء مثل حز البطيخ. يا انت قدحتني طيارة بحياتك ما مديت ايدك علي. ما كنت سكت لك. تذكرت هاي الشغلة الوحيدة اللي صارت معنا. تعرفي اليوم نفس القصة صارت معي انا ولما. خليني كمل لك. ام حسام لما نقلت طيارة زعلت قامت غلطت معي بالحكي قالت لي تضرب على المسح الجحاشي. شو قالت لي؟ تضرب على المسح الجحاشي. لك شو ها؟ نفس القصة صارت مع اليوم أنا ولما؟ فكرت أنا بصراحة تأثرت بهالكلام. أدحت كف مخمس بين عيونك كم تهرل لسنانها. لا لا نفس القصة صارت مع اليوم أنا ولما؟ كنت بدي إلا تضربي بهالشكل بس قلت لا يا ولد الكلام أحيانا بزعل أكتر من ضرب الكربيج. أنا قلت لها ياهو ما زعلي. بجوز زعلانة وما بينت لك. لما انت زعلتي مني شيء؟ ولو انا ازعل منها؟ لك اذا كل ما صار شغله بين الرجال ومرته اذا ضربك كف بدها تزعل معناتها نسبه الطلاق بتصير 50%. شو رايك انه لما زعلانه؟ لا مو زعلانه. مين قال لك زعلانه؟ ما تحكي لما، ليش عم تخبي؟ اذا ما قلتي له بيضل عم يقول لك اياها. يقول انا مو كهينه حتى عقد جوزي وخليه يحسب الف حساب قبل ما يقول كلمته. يقبر قلبي خلي لي بقلبه على راس لسانه. قوم سعيد خلينا نمشي. لك قاعدين شوفي ورانا. انا تعبانه من الدوار اليوم. قوم تعبانه ارتاحي لك شوي. بقى انا بدي اروح. بدك تضل لا شو ضل رايح معك. وين اخي؟ بدنا نمشي بس لا تنسوا يوم الاربعاء المسويات معزومين انت ولما عند حسان اخو جمانه. بس الاربعاء الكسوف على المسويات عم اقول لك. خاطركم. مع السلامه. يلا خاطركم. مع السلامه. مهوني الله يعينه على هالمره اللي عنده. ليش؟ لك شو ليش؟ تصوري انا وياك قاعدين بمطعم، تقلي لي قوم، ما قوم، اقول لك عدي، ما تعدي، كنت سلقتك كف، خليت الشرار يطير من بين عيونك. اهلين عمي. الدنيا بهلي عمي. مبسوط عمي؟ كثير مبسوط بشوفتك يا عمي. الحمد لله. اهلا وسهلا. بالمهلي. مساك عمي. خد تاكسي من هون على بيتكم يمكن ما صفي سيرفيس. لا عمي انا اليوم مالي رايح على البيت بدي نام عمكم. يا عمي انا استاجرت لك بيت مشان ما تنام عنا. بدك تضل ملزق هون. خير عيب. بدنا ناخذ راحتنا. اول ما كان عنده بيت امنا وصدقنا. لك هلا شو حشته؟ حاسس حالي تعبان شوي اليوم. بركي صار معي شيء بدي حدا يكون جنبي حتى يلحقني. الأحمار بيد الله. إذا صار شيء إن كان في حدا ولا ما في حدا صاحب الأمانة بده ياخذ أمانته إن شاء الله. بعيد الشر. قوم بابا قوم قوم روح على بيتك وأنا رايحة معك. شلون تروحي معه وأنا؟ أنت خذ راحتك. مو بدك تاخذ راحتك وبتتركيني لحالي؟ لكن بدك ياني تخلى عن أبي؟ لك ليك أبوكي ما في شيء. ليك اطلعي عليه عم يمثل علينا مشان نضل قاعد هون. هون أطراله كل شي عم يصل لخدمته. ربيت وتعبت أنا. حقي بنتي تخدمني بكبرتي. إذا بدك إياها تخدمك كنت خليها عندك لا تجوزها. مثل ما بدك. خلاص أنا رح أضل عند أبي وكل شي دافع لي يا مصاري حرجع لك يا. يلا أبي لساتك قاعد قوم يلا. طولوا بالكم طولوا بالكم شبكم. خلاص خليه ينقبر هون. أنا مالي زعلان. كيف مالك زعلان وعم تقولي انقبر؟ كلنا وطلعت. نحن بيت النايحة احيانا بيفهم معنى الكلام. عمي يا ميت اهلا وسهلا فيك. روح لاوضتك ونام لا تنقبر. ابي هلا بتروح على غرفتك اذا بدك شيء بدق لي على الحيط دغري بيجي لعندك. حاضر.
يعني بدك ما تواخذني، انا لو مالي مضطر ما كنت ازعجتكم، بس ما في حدا معي هنيك. عمي شو رايك نجوزك ومنرتاح منك؟ يا حصرتي انا راحت علي، ما عدت خرج جواز. لك لا راحت عليك ولا شيء، الشباب منك ولا ورا. بعرف حالي، انا بعرف حالي، لو قدرتي اتجوز كنت اتجوزت من زمان. خيو بجيب لك مرة اولادها مو طايقينها، منه برتاحوا منها ومنه بتخدمك بكبرتك. لا اذا بدك تجيب وتجيب، جيب وحدة صبية مطلقة، ما بتجيب اولاد. ميكرو ماشي ينزل بجوره يطلع بجوره، وكل روس الركاب تضرب بالسقف. واحد منهم فاتح على الشباك وعم يدعي الهي يزيدونا الرواتب، الهي يزيدونا الرواتب. ما لقينا الا واحد وراه قدح ونقف الدين طياره على دقرته، برم وبرم. نحن كلياتنا فكرنا هذا اللي قدحوا طياره من الجماعه، بس طلعنا على هيئته مبين معتر ودرويش ومو جئر، مبين حنون، قلنا اكيد هذا موظف. كمش هيك من رقبته قال له لا تدعي هالدعوه، ان شاء الله ما بيزيدونا ولا قرش لانه بيقدحوا الاسعار للصواريخ. اخي ما بدنا حدا يسد لنا رواتبنا. سعيد ببوس ايدك يا سعيد. لا عاد لا عاد يا اخي تحكي مثنياتي، هلا بيجوا بيقشوك من الكوك بالحبس، بيقوم بيتاجل العرض تبعنا بسببك. لك شو حكي؟ يتاجل سيدي بصير؟ ليش يتاجل؟ بيزبط العرس بدون ما اكون ضروري يكون الحج بيزبط بلا ابو امبرا. لك يا اخي بده يتاجل، لانه اذا اجيت انت بدهم يقشوني معك. ليش؟ لاني سمعتك عم تحكي بالسياسه وما فسدت عليك يا سعيد. فهمها بقى يا اخي فهمها. سعيد انت ما بتلحق تكحل الا بتعميها، مرق لنا اياها نهار على خير، خليني اتجوز بقى. لك تجوزي افتكار؟ مين كم شيك؟ شو حكيت انا؟ عم بحكي عن غلاء الاسعار وانه ما يرفعون الرواتب وعن التضخم والانكماش الاقتصادي، وهي سياسه هي. لك خلصنا بقى يا سعيد. بتوزعي كل الاوامر اللي عملتها اليوم على رؤساء الاقسام جميعا. شو هي الاوامر؟ عزل بعض الاشخاص من مناصبها وتعيين اخرين بداله. تيصير عندك شي نيه تعزله؟ لوين بدي اعزله؟ هو موظف عادي، لا رئيس قسم ولا شيء. الله يخليك يا رب، ولو انذار بسيط. على ايش؟ الرجال ما عمل شيء. كل شيء عملوا فيني وما عمل شيء. قضايا الخاصة يا سميرة ما إلها علاقة بالشغل. طيب مشاني. هلا أنت سكرتيرتي ولا خطيبتك؟ أنت مو خطيبتي لتحكي معي بهالطريقة، روحي. عن جد شي بحيك، عن جد عن جد شي بحيك. لك شبك عم تأثير؟ بعدين شو اللي محيرك؟ انه الاستاذ عاصم مدعوم من السيد الوزير مباشرة، اجا المدير العام وما سأل. شو ما بيخاف يعني مثلا؟ خليها لربك يا سهيل، بكل العالم التعيينات بتجي من فوق الا عنا، احيانا من فوق واحيانا من تحت. بجوز السيد الوزير مثلا ما يكون عرفان؟ لا سيدي بيكون عرفان، بس المشكلة انه عنا مو معروف فوق من تحت، يعني مثلا لقلك بيكون هذا فوق وهداك تحت، بس عمليا بالكواليس بيكون هذا اللي فوق تحت واللي تحت فوق، يعني اللي فوق منظر واللي تحت هو اللي بيعطي الاوامر. شغلي عم قلك قبيله وجحيصه. يا اخي شو قصتك انت؟ شو قصتك انت؟ لسه كل ما فتحنا موضوع بترجعني على السياسه. لا بقى تحكي بالسياسه لك يا اخي، لا بقى تحكي بتذكر دمك يا اخي، بوس ايدك. لا بقى تحكي بالسياسه، بقشوك يا سعيد. يا سعيد ما في مزح بهالموضوع، بقشوك. خلصت. لك ليش انت جبان وخروق؟ ها؟ المواطن مسمح له يحكي شو ما بده، بعدين الحكي ببلاش ببلدنا، على قولة اللي احترق ذنبه، قال له اسمع وسطح. لا مو هيك، أنا أصلا ماني جبان ولا رعدين، بس أنا ما صدقت وضبطت معي قصة مجواز، بدك إياهم يقشوني قبل ما أتجوز، بكرة بيجوا وأنا على الأسكي مصمود هيك، بنقوا إيديهم بخوانيقي وبيقشوني خلص يا سعيد. يا سعيد، بعرفك عاقل، اسمع كلام سهيل، قال ما شفت، غيرك شاف، ضروري تجرب حتى تعرف. لك شو بدي جرب يا افتكار؟ شو بدي جرب؟ نحن موهومين، نحن حاطين الشرطي جواتنا، خليك معي، نحن في جواتنا بعبع مكبرينه وخايفين منه. مو بعبع، مو بعبع، انت بتقلي بعبع بعبع، وبقلمن واحد شرطي، لا، هي شغلة أصلا معروفة، اللي بيحكي عنا بياكل 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 هوا. هذا إذا كان عم يخ عم يخ عم يختلق ويفتري. هي انت اجا حدا سألك شيء؟
معلش اذا بتريد لا تقلي هي انت. انا لا ارى لا اسمع لا اتكلم، انا مواطن مثالي. هلا انا العي وافتح تمي بيجي 100 واحد بيسالوني. لا سيدي مو صح، مو صح، مو صحيح هذا الحكي. خدني انا، هي انا مو ساكت وعم بحكي وفاتح تمي، ما اجى حدا سكر لي اياه. لا تقول فول لحتى يصير بالعدول. شو قصدك؟ بيسكروا لك يا بس دورك لسه ما اجى. معناتها انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم، انا مواطن مثالي. شو ها؟ هي اوامر عزل بعض رؤساء الاقسام، يا ريت توزعوا. الله اكبر الله اكبر، لا يدوم الا وجهه الحي القيوم. امي امي من مطرحي خلصينا امي. هذا مو مطرحك، هذا مطرح رئيس الديوان واللي بيتعين بيقعد فيه. يا مدام آنسة من فضلك. نفس الشيء، هاد مطرحي من 15 سنة وانت بالوسط احتليتي احتلال، بأشلون وكيف وبأي تمان ما بعرف. فشلت بنص عينك، انا اشرف من كل عيلتك. ان شاء الله ان شاء الله. انا بتمنى يكون الحكي اللي سمعته مو صحيح. اي حكي؟ حكي مسموعيات يعني. عني انا؟ اي نعم، بس ولا يهمك، انا ما صدقت. مو لأنه أنت كتير شو اسمه، بس لأنه أنا ثقتي بالقيادات مطلقة. يعني قلت مو معقول القيادات اللي عنا تلجأ لهيك أساليب في التعيينات واختيار الكوادر والكادرات. طيب يا نزار، أنا رح أرفع عليك دعوة قدح، وإذا ما ردوا لي اعتباري وخلوك تعتزلي قدام الموظفين كله وتبوس إيدي، ما بيكون اسمي منيرة. طيب هوية بتفضحي حالك، واللي ما بيعرف بيصير يعرف يا منيرة. سمورة يا أمورة، خلصت أم بتكارب أنا. يا غندورة، هلأ الأستاذ ياسر بمكتبه. ليش في شي؟ لا، بدي أكتب له قصيدة شعر أشكره فيها على اهتمامه بموضوعي. سلم سلم، أيوة أيوة. بدي أخدني شوية ملح لحتى يرتفع ضغطي مشان القصيدة تصير فوق فوق. ما أطيب. يا صخرة طودا وريح عاتية، منكم نستمد النور ونستمد العافية. شو عطية؟ عمى ما أوسخه، هو هيك عم يحكي؟ تصور يا أستاذ ياسر، تصور. العمى بعيونه العمى. ومين عم يتهم بالموضوع؟ اتهمني أنا؟ لا لا، قصدي مين الطرف الثاني بالتهمة؟ عفوا بعرف ما فيه، بس هو مين عم يتهم؟ ما بعرف، ما حكى. ولا يهمك، أنا هلأ بعمل له حمام يضل كل عمره مبلول من بعده. شرف الناس مو لعبة بإيده. شرفي قعدي تفضلي. حمام واحد ما بيكفي، بده جاكوزي. على كل حال أنا وياه مكتب واحد ما بقعد ما بقعد ما بقعد. يا منيرة وين بدي روح فيكي؟ انت بتعرفي انه الاماكن محدوده جدا عنا هون. ما بعرف اني على غير قسم. تشتغلي سكرتيره عندي. وسميره؟ لك هلا انت شو بدك بسميره؟ بتشتغلي؟ ايه بشتغل. المهم اقعد انا وياه بمكتب واحد، هذا رجال مجنون. اخ يا منيره اخ، شو بدي احكي لك حتى احكي لك؟ حسيت انه مغبون، قلت يا ولد انصفه ولو على حساب الكفاءات. مشان هيك شلتني وحطيته له؟ ولا لانه حكيت باجتماع رؤساء الاقسام؟ لك لا، ليش انت هيك بتفكري؟ لك انا شلتك عشان جيبك لعندي لهون. بيني وبينك سميرة مالي ثقة فيها، كانت سكرتيرة عاصم ويمكن تكون لساتها من أتباعه. بعدين هذا وجه استقبل فيه ضيوفي، أنا بدي وجه حسن وقوام رشيق مثلك مو مثل سميرة. ليش شبه سميرة؟ والله حلوة وشعراتها طوال كمان. ايه مو قدك، وهلا وقت شعراتها أنت التانية. روح اندهي لها هلأ دغري. ايه طيب، بركي زعلت؟ قلت ما بتزعل، أنا ما في مرة بتطلع من عندي زعلانة ولا يهمك. طيب على عيني. قتلك قتلك، لك حدا يبدل غزلان وبقرود؟ شو عم تعملي ورا طاولتي؟ فوتي لعند الأستاذ ياسر، بده ياكي. يا صخرة طوضا وريح عاتية، منكم نستمد النور ونستمد العافية. لا عندي فايق على خان؟ العالم بتدق على الباب تستأذن بالمدفوت.
لعل حماستي نستني الاصول استاذ ياسر، بس كاتب لكم قصيده بمناسبه تعيينكم مدير دائرتنا الجديد. يا صخره طوضا وريح عام. ما بيسمع، قلت لك ما بدي اسمع ضبه لاشوف. انت بس تسمع بالاول كيف وضعك بالقصيده. منكم لاستمدوا النوره ولا استمدوا العافيه، انتم في الوغى. ما بدي اسمع، ما بدي اسمع، ما بدي اسمع ضبة. اخي انت بس تسمع الكلمات اللي انا كاتب لك اياها راح تغير رايك. انتم في الوغى بين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك ما بدي اسمع. طيب استاذ ياسر اسمح لي اشكرك لانك رجعتني رئيس ديوان. ومين قال لك اني رجعتك رئيس ديوان؟ اكيد انت غلطان. شلون هلا قبل شوي استلمت القرار؟ شو غلطان ما غلطان؟ بده يكون بالغلط، اكيد نزل اسمك بالغلط محل سميره. انا؟ ايه انت، لأمتى بدك تضلي سكرتيره؟ لازم تترفعي. بس انا مرتاحه هون. مصلحه العمل تقتضي ذلك. يا نزار روح جيب البريد. حاضر. بشيل اسم ياسر من القصيدة وبحط اسم عادل، كله نفس الوزن على وزن فاعل. شو عم تبربر؟ ما في شيء سيادة المدير. ثناء بدي اطلب منك بصراحة، يعني انا طلب. طلباتك اوامر. يا ريت ترجعي تغيري اسمك من ثناء لافتكار، انا بحب اسم افتكار كثير. لو بتحبه مثل ما عم تقول كنت ذكرته بين الاسماء اللي ذكرتها هداك النهار. انا بصراحة كنت بحبه كثير، بس ما استرجيت اذكر اسم افتكار بهديك الفترة لاني خفت انك تزعلي بصراحة. يعني يعني كنت بتحبني من وقتها؟ صراحة كنت في هيك شيء، يعني حاسه تجاهك من هذيك الفترة. أنا كان في شيء حاسه تجاهك بصراحة، يعني بس ما كنت عم بسترجي أعبر عن مشاعري بشكل واضح. يعني كنت عم تفهم تلميحاتي سهيل؟ لا ما عم بفهم بشكل مباشر، يعني كنت شاكك بالموضوع وخايف أعبر عن هذا الشيء مشان يعني ما أتفاجأ وانصدم بردة فعل مباغتة. يا ثنا افتكار افتكار. يا الله شو سعيد وين رايح؟ رايح المكتبة. شو لك بالمكتبة؟ بدي ساوي بطاقة اشتراك. أصلاً أنت مو فاسدك ومو نازعك غير الجرايد والمكتبات، كل ما قريت أكثر كل ما بتتفسد أخلاقك. الله يسامحك يا سهيل، هلأ القراية بتفسد الأخلاق. إيه سيدي القراية بتفسد الأخلاق، لأن الواحد كل ما صار يفهم أكثر ببطل يقدر يتحمل. شو اللي ما بيقدر يتحمله؟ الوضع. أنا وضع؟ وضعنا. يعني مو عاجبك وضعنا؟ طبعا مو عاجبني وضعنا، لأنه لما بتطلع وبتشوف العالم كيف عايشة برا بتقول تضرب أنا عيشة. ليش شبع عيشتنا؟ بتقرف. ليش عيشة هي اللي أنت عايشة؟ عيشة هي اللي أنا عايشة؟ لا بتقلي شبع عيشتنا. اسمع سهيل لا تلف وتدور، قلي شبه العيشة. عيشتنا بتهوي، عيشتنا كل شيء بعيشتنا حلم. صار عمري 35 سنة يا سعيد، 35 سنة وأنا أحلم سوق سيارة. بتعرف ليش؟ لا ما بعرف قلي. رح أقول لك ليش؟ لأنه ولا واحد من معارفي كلهم عنده سيارة، تصور؟ ولا واحد من معارفي كلهم عنده سيارة. الناس برا يا سعيد بتمشي على الموديل، بتغير وبتبدل من السنة للسنة، عايشين على الموديل. ونحنا سيارة موديل 1900 وخشبة ما لنا قدرانين نشتري، سيارة تطبيق وترقيع ما عم نقدر نحصل عليها، والعالم اللي فوق بيحكوا لك شي بشبع وشي بنملة وشي بغواصة، وما بتعرف أصلا عن هو عم يحكوا لك. هلا هذا حكي هاد، هلا كل مشكلتك انك ما عاد تقدر تعيش بلا سيارة، معقول الحكي يا سهيل؟ شيل موضوع السيارة على جنب، ما رح نحكي بالسيارة، خلينا بالبيت، شرط أساسي لحياتك البيت، ماشي؟ معقول تحلم يصير عندك بيت يا سعيد؟ معقول أنا أحلم يصير عندي بيت؟ إذا غرفة هرتك خرطي، غرفة يا سعيد عم تبلع نص راتبي، على أي أساس محطوطة الأجارات؟ قل لي على أي أساس؟
على اساس رواتب الموظفين بسويسرا. إيه بس نحن مو بسويسرا يا استاذ سعيد، نحن هون، نحن صاير معنا عكس عكاس. بسويسرا الاجارات محسوبه على رواتب هون، وهون اجاراتنا محسوبه على على رواتب سويسرا. لك عيشه ما بتنطاق يا رجل، انا رح شلخ اخ ثيابي. لا وشو طارقنا بالعين وبيحسدونا بالاخ بالجرايد على عيشتنا. حاج حاج شبك سهيل، غمقت كتير وصلت لقرني ما فيها منقذة. شاهدي افتكار، انا عم بحكي بالسياسة ولا هو رايع المكتبة بلا ما تفسد لي اخلاقي؟ سهيل طول بالك، خلص بقى، شو نسيت انه نحن بدنا نتجوز؟ هو السبب، ها هو السبب، كل الحق عليه، هو اللي بيفسدني. ترى من الصبح وهو عم يحقن فيني، عباني اخر شيء نفذت. أنا كنت بدي ضلني مواطن صالح، لا أخرى، لا أسمع، لا أتكلم. إجا سعيد وفسدني، الله يسامحك يا سعيد. مرحبا أستاذ سهيل. أهلين. مرحبا أنسة سناء. افتكار نزار بيك، أمر شو بدك؟ لا يأمر عليك لا عبد ولا ظالم. الله يرضى عليكم، بدكم توقعوا لي هالعريضة بخصوص انه الاستاذ ياسر عم يعين بشكل مزاجي، لو سمحتوا. وين هلا بيكمل النقل بالزعرور. بطل من هذا